اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم طبعا في الحلقه الاستثنائيه اللي طالعين بيها من مقر النادي الاهلي بالجزيره، ومكملين مع صفقات كره اليد للنادي الاهلي اللي انضمت حديثا. برحب طبعا بالكابتن محسن رمضان، لاعب طبعا منتخب مصر واللي حصل على برونزيه العالم مع كابتن طارق محروس يمكن في اقل من سنه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا ومنور النادي الاهلي. منور حضرتك، الله ربنا يخليك. برحب طبعا باحد الطيور المهاجره طبعا اللي رجع تاني لبيته للنادي الاهلي، والحقيقه انا بحبه جدا وبحب لعبه على المستوى الشخصي، كابتن عمر ياسين، كابتن منور النادي الاهلي. كابتن هيثم ربنا يخليك، ميرسي جدا. يمكن كان لنا ذكريات حلوه مع بعض وافريقيا 2016 وكان يعني ذكريات كانت جميله مع بعض. طبعا انا كنت شرف لي ان اكون معاك. اكيد طبعا شرف لينا يا كابتن وجودك في النادي الاهلي النهارده. الحمد لله شفتك في المباراه، طمنا عليك، ما شاء الله شكلك في الملعب حاجه جميله. ربنا يخليك. قول لي يعني بدايه المفاوضات معاك في النادي الاهلي امتى، كلموك ترجع خاصه انت كنت بره مصر؟ طبعا كنت مع نادي السد القطري وكان في مفاوضات انت ترجع، كنت شايف ده ازاي او ابتدت ازاي؟ هو الاول انا كنت احترفت في فرقة كونستانتا في رومانيا. رومانيا بالظبط. الفرقة دي بتلعب بطولة اتش اف كاب، وكانوا يعني هم بينافسوا على بطولة الدوري مع فرقة دينامو. يعني يعتبر رومانيا، عشان بس نعرف الناس، رومانيا من اكبر الدول الاوروبية في كرة اليد، عشان بس الناس فاكرة تبقى عارفة رومانيا من احد اقوى الدوريات في اوروبا. هو كمان حتى الفرق اللي يعني الفرق اللي فيها الميزة في الدوري المنافسة فيه قوية جدا، يعني في 7-8 فرق بتنافس على الدوري، فدوري صعب يعني. بس وبعد كده انتقلت في انتقالات يناير. خدت خبره كويسه من هناك يا كابتن؟ اكيد. طبعا فرقت معايا كتير جدا المسيره الاحترافيه دي. وبعد كده رحت للسد القطري في انتقالات يناير، بالظبط لعبت 4 مباريات. بعد كده الموسم وقف بسبب الكورونا. النادي الاهلي بدا الكلام معاك ازاي يا كابتن؟ الكلام بدا مع كابتن طارق اول ما تولى المهمه، هو اللي كلمني بصراحه. كابتن طارق طبعا من زمان معايا، ليه ذكريات من ايام ما كان في الاهلي. لعبت معاه بطولة افريقيا وابطال الدوري في شهر 10، بعد كده سافرت الاحتراف في اهلي جده. تمام. بعديها جه لعبت معاه في الجيش موسمين ورا بعض، عملنا نتائج قويه مع نادي الجيش، وصلنا فاينل كاس سنتين ورا بعض وثالث دوري سنتين ورا بعض. يمكن كابتن طارق طلع من نادي الجيش راح على المنتخب. من يعني نادي الجيش بالظبط، راح على المنتخب وبعد كده سافر اهلي جده. سافر اهلي جده بالظبط، بعد كده رجع على النادي الاهلي تاني. فهو كلمني اول ما تولى المهمه، وانا بصراحه ساعتها كان عندي مفاوضات ارجع رومانيا تاني، وكان في مفاوضات من ناديين في قطر. بس اول ما كابتن طارق كلمني بصراحه ما تاخرتش، يعني انه ما فكرتش على ما فكرتش والله. حتى يعني المفاوضات ما كملتش، يعني مش عايز اقول لك مثلا 10 دقائق، يعني ما كانش في مفاوضات اصلا. مش غريب عليك يا كابتن، يعني الحمد لله الموضوع خلص بسرعه جدا. صح يعني. صح. وانت النهارده ما شاء الله شكلك كويس واضافه جامده جدا، وان شاء الله انت واسامه تعملوا في المركز ده شغل كويس جدا. باذن الله ان شاء الله. معنا كابتن بدا ياخد خبرات في المنتخب وكده، عارف فيصل طبعا. باذن الله ان شاء الله نبقى حتى مع بعض نكمل بعض في المركز ده ان شاء الله. محسن، يمكن انت ليك قصه كده طبعا، كنت مع كابتن طارق في كاس العالم خدته ثالث. كابتن طارق اختارك يعني، وكان من احد الصفقات اللي حريص جدا يضمها، يعني اكيد ده حاجه كويسه، رايك ايه يا كابتن؟ يعني هو احنا انا بدات طبعا مع كابتن طارق محروس، طبعا بدات كان منتخب الشباب، كنا هو كان ماسكنا، كنا احنا خسرين كل حاجه طبعا افريقيا واخدين 16 كاس عالم ناشئين. هو جه مسكنا حول الفرقه مليون درجه طبعا، خدنا افريقيا شباب، بعد كده رحنا خدنا ثالث عالم، فكان ده طبعا انجاز ان انت تجيب راند بول ميداليه برونز. فهو يعني انا جيت هنا وانا مفاوضات معاه من النادي الاهلي بقالي سنتين، يعني بقالي سنتين فعلا. اصلا مفاوضات مع النادي الاهلي. بس خلي بالك انت ما شاء الله 22 سنه صغير. أيوة محسن يعني هو كانوا بادئين معاه مفاوضات مثلا من سنتين وانا عندي 20 سنه. بس كان هليوبلس كان ما كانش عايز يمشي حد، ان هو كان بيعمل فرقه قويه، فمستنى بقى، كان فاضل لي خلاص سنه. فجوم السنه دي بقى انا كنت كاتب رغبه لنا في النادي الاهلي، فعشان كده المفاوضات مشيت يعني. طب وقول لي برضو يعني، خليني اقول ان انت حرصك على انضمام النادي الاهلي ده برضو يعني اكيد، يعني اكيد انت عايز تثبت حاجه او عايز تقول حاجه، حرصك ده كان ليه؟ يعني هو انا كان نفسي ان انا اجي النادي الاهلي عشان البطولات طبعا، دي اول حاجه طبعًا. عشان بطولات والجمهور بتاعه طبعا، ما شاء الله. ان هو انت تبقى متحمس. انت اهلاوي يا كابتن؟ ايوه انا اهلاوي كده كده. خلاص كده خلص. انا حسيت على طول. لا هو كده اهلاوي. بقول لك بص يعني هو رغبتي وبتاع يعني، بص حسيت هو مصمم اصلا. لا خلي بالك احنا جمهور الاهلي يعني اكيد هيشوف الكلام ده، وجمهور الاهلي طبعا يعني انت من الصفقات اللي كان متابعها، وانت شفت على السوشيال ميديا كان الموضوع ازاي. ايوه وخليني اقول ان انت قلت لي قبل الهوا انا مش حاسس بغربه.
ايوه دي حقيقه. مش حاسس حاسس ان كابتن طارق يعني هو مدربي واللعيبه كلها. ايوه كمان اللعيبه كنت كمان معاهم في المنتخب، انا كنت موجود معاهم في تونس في تونس البطوله اللي فاتت، فموجود مثلا معايا بقالهم سنه، فمش حاسس باي غربه انا. يعني انت كمان ما شاء الله الراجل طبعا الخواجه تم استدعائك للمنتخب الكبير لله. وشاركت معاهم في المعسكر 45 في الغردقه. ايوه الحمد لله. اكيد طبعا راجع يعني واخد يعني تمرين من دمارين. الحمد لله جدا شويه. ما تقلقش كابتن طارق لا لا يظبط كل حاجه يظبط كل حاجه فالدنيا تبقى مظبوطه. بقول لك يا كابتن، يمكن انت يعني انت عارف النادي الاهلي هنا ما شاء الله جمهوره واللعيبه والجهاز ومجلس اداره، احنا مركز اول على طول الحمد لله. ايه البطوله اللي نفسك تاخدها مع النادي الاهلي؟ يعني هما اكتر بطولتين نفسي اخدهم مع النادي الاهلي اللي هو بطوله الدوري والسوبر الافريقي اللي هنتاهل بقى كاس عالم انديه. بقول لك والله العظيم انا بص انا قايلهم جوايا. ايوه بس ده كده دخل قلبي قوي. ليه؟ لان البطولتين دول اكتر دول اكتر بطولتين، اهم بطولتين يعني. بص يعني دخل لان البطوله لان السوبر ده بتهيألي انت عندك انت عندك بطولتين افريقيا اللي هي كاس الكؤوس وعندك ده اللي هي بتاع دوري الابطال. فانت مش ممكن تكسب اي واحده فيهم بتلعبك على بطوله السوبر يعني. بالظبط. يعني انا بص انا عايز اقول لك، بص يعني هو انا مستني يقول دول هو طموحه ان هو يوصل على حاجه مش انا عاجبني الحماس اللي بتتكلم بيها محسن بجد. يعني يمكن انا في الملعب حسيته. لا لا الفرقة كلها والله مش حتى انا بس، الفرقة كلها متحمسة اللي هي السنة دي عايزة تعمل حاجة كويسة بإذن الله. طب قول لي مين أقرب واحد ليك في الفرقة؟ لا كلهم والله قريبين. لا يعني مفيش حد كان معاك في المعسكر. احنا موجودين 10 في المنتخب، يعني احنا 10 لعيبة ما شاء الله يعني موجودين في منتخب مصر ما شاء الله. فاحنا كلنا قريبين بعض، مفيش اللي هو مثلا كل اتنين مع بعض كده، لا كلنا قريبين بعض. كلكم فرقة واحدة الحمد لله. طب قول لي انتوا يعني النهاردة كابتن طارق برضه انا سألت اسلام السؤال ده قاعد معاكم وقال لكم الخطة لغاية افريقيا ايه؟ شايف الموضوع يعني متحمل ليكم ولا الحمل هيبقى عالي؟ هو احنا هنلعب 5 ماتشات الاول في الدوري، هنلعب الاول 5 ماتشات في الدوري ماشيين يعني ان شاء الله نمشي بخطوه كويسه تمام. فيهم واحده واحده ناخد بنلعب ماتشين في الاسبوع على ما اعتقد. تمام تمام. بعد اول ماتش مع الوحيد 2 اكتوبر بعد كده هنخلص الدوري في 16/10 هنروح المنتخب تاني. هنروح المنتخب حوالي 14 يوم ونرجع بقى في اول 11 ننضم للفرق عشان بطوله افريقيا هتكون حوالي 13 او 16 11 بس. فدي بقى ان شاء الله تبقى بتهيألي بدايه لينا باذن الله. بتهيألي يا محسن يعني يمكن كابتن عمر بتهيألي الدنيا لطيفه يعني مفيش ضغط يعني. محسن قال 4 مباريات دوري بعد كده منتخب، يعني بتهيألي الدنيا برضو مش مكربسه قوي يعني. لا هي الحمد لله مش مكربسه قوي، بس هي المشكله ان احنا اتمرنا فتره طويله قوي مع المنتخب في معسكر قعد 45 يوم صبح وبالليل. يعني في ال 45 يوم دول لو حسبت ايام الراحه اللي خدناها يوم كامل مش هيعدوا 5 ايام. كان في اجازه في النص ما كملتش. ما هو في النص بيبقى يومين مثلا، اليوم الثالث بنتجمع حتى بما فيه يوم السفر بيتحسب من الاجازه. خلي بالك انت كمان في الغردقه بترجع القاهره بتاخد بالظبط، وفي اسكندريه بياخد مشوار ابعد بالظبط، فحتى الراحه ما تعتبرش راحه، يومين بتبقى مظبوط. هي دي المشكله الوحيده، لكن غير كده كتكدس مباريات لا الموضوع مريح يعني. خلي بالك يعني الناس كلها مستنيه من منتخب حاجه، فبتهيألي احنا سجلنا لقطات من المنتخب وشفنا كان في حماس في التمرين بس المشكله اللي هتقابلكم الماتشات، ما عندكوش يعني مش يعني ما فيش فرقه تلعبوها قبل كاس العالم. هو في المفروض في المعسكر الجاي تقريبا في 6 مباريات وديه، 2 مع الارجنتين و2 مع البحرين. هم دول الفرقتين اللي كابتن المهندس شمح النصر قال عليهم في المؤتمر الصحفي، قال البحرين والارجنتين. هل في حد تاني غير دول؟ في اليونان تقريبا. اليونان واليونان ودول. طب دول مشاركين كاس العالم يا كابتن؟ اليونان مش مشاركه، الارجنتين مش مشاركه والبحرين مشاركه. اليونان فدي بتهيالي وبتهيالي يمكن الارجنتين مشابهه للفرقه اللي هتبقى معانا من امريكا بالظبط، عشان احنا الفرقه اللي معانا هتصعد من بطل امريكا الجنوبيه المفروض، فهيبقى لعبها مشابه للعب الارجنتين. صح تمام. مظبوط. والبحرين يمكن بيبقى فيه اجانب كتير مثلا، هل في مجنسين في البحرين مثلا ولا لا؟ لا البحرين كل المنتخب بيلعب لعيبه بحرانيين، مفيش حد مجنس. انت محتاج تعمل هو محتاج يعني مباريات باشكال مختلفه عشان كل مدارس بستايل مختلف بمدارس مختلفه. يعني انتوا المعسكر اللي جاي 14 يوم اللي بعد 5 مباريات الدوري عندنا 6 مباريات في المنتخب. هو المعسكر تقريبا 20 يوم مش 14. 20 يوم؟ لان هو في فتره اخر تقريبا اسبوع هينضم فيها اللعيبه المحترفين. المحترفين اللي بره مصر. ده هو الاسبوع الدولي، فبيبقى فيه اجازه كده في الدوريات الاوروبيه فهيرجعوا من بره. طب هو الست ماتشات دول او 20 هنقول 20 يوم. الست ماتشات دول هيبقى كل المعسكر هيلعبهم؟ يعني انتوا كام واحد دلوقتي في المعسكر؟ لا احنا دلوقتي تقريبا 21 صح؟ 21 لعيب. هو معسكر بوزيشن 21 لعيب. 21. طب واللعيبه الاجانب يعني اللعيبه المحترفين بره ده اللي بيزيد عليهم بقى كام بقى لعيب؟ هم دلوقتي 6 لعيبه. 5 صح؟ 5. هو في سند وممدوح هاشم ويحيى عمر ودودو
ممكن تاني خمسه قول خمسه أوه. خمسه أوه. على 21 بقوا 26 لاعب بالظبط 26 لاعب هتلعبوا ست ماتشات ست ماتشات بتهيألي يعني كويس يعني كل لاعب يعني اعتقد انه يعني في ناس مش هتلعب ماتشات وفاهم مستحيل الكل يلعب هو ماتش هو في ماتشين بس هيكونوا بمحترفين هم الباقي الاربعه مش متعودين دول بالمحليين باللي هو اللعيبه اللي موجوده في مصر يبقى كده المحترفين هياخدوا الماتشين حاجزين مكانهم في القايمه اعتقد كده بالنسبه للقبل كده هيلعبوا الاربع ماتشات بس بتهيألي الدنيا حلوه يعني 26 لاعب لا لا الدنيا متوزعة كويس متوزعة كويس الحمل مش هيبقى عالي قوي طب قول لي الراجل الخواجة في التمرين يعني ايه يعني في خواجة مدرسته الدفاع في مدير فني مدرسته مثلا ضغط بريشر على الفرقة التانية تمام. المدرسة اللي بتلعبوا بيها ايه اللي انتوا شايفينه مختلف مع الخواجة هو اللي احنا شايفينه مختلف بصوا بيتلخص في حاجات بسيطة اول حاجة موضوع التفاصيل هو بيهتم بتفاصيل الحركة ممتاز. يعني معظم المدربين مثلا بيقول لك على التكتيك بس ما بيقولش كل لعيب يروح فين بالظبط وايه الادوار بتاعته في كل حركه جوه التكتيك هو راجل خواجه بيوجه كل لعيب انت هتعمل 1 2 3 هم دول الثلاث احتمالات اللي عندك عشان ما يديكش مساحه يعني ان انت تتلخبط في وسط الماتش او تغلط هو بيقول لك انت عندك الاحتمال الاولاني كذا الثاني كذا الثالث كذا على حسب السيتويشن اللي بتحصل جوه الملعب من الدفاع اللي قدامك تمام وبيلعب على موضوع زيرو ريسك عشان كده هو يعني هو المدرسه الاسبانيه عامه ديت هي المتفوقه ليه حتى منتخب اسبانيا ما فيهوش عناصر قويه كعناصر فرديه تمام. يعني لو بصيت على منتخب اسبانيا هتلاقيهم كلهم معظمهم ما هماش اطوال وما هماش ناس بتشوط من بره وما هماش ناس بتعمل فنتات لكن هم في الاخر ابطال اوروبا مرتين ورا بعض وعلى طول موجودين في مربع في كاس العالم ما كان بيلعب هم بالظبط بيلعبوا جوه سيستم من غير ريسك ففي الاخر انت يعني هما دايما بيقول لنا في الدفاع وفي الهجوم يعني مثلا لو انت قدامك شوت من بره او تخش من على الست متر هو بيحاول يوصلنا قرب ان اللعيب بيقرب للست متر ما نشوتش من بره مثلا طب في الدفاع طب في الدفاع هل مثلا فكره انت تضغط بتاع هل بتلعبوا 5-1 في الدفاع في الدفاع هو عنده طريقتين 6-0 و5-1 معتمدين برضو على الزيرو ريسك يعني دايما هو بيقول لنا البروبابيلتي حسب الفرقه اللي بتلعبوها بالظبط اول حاجه حسب اللعيبه اللي قدامنا ثاني حاجه مثلا انت عندك الاحتماليه انه اللعيب يجيب الكره من بره 9% ومن على 6 متر كام في الميه فبرضو بنقفل اللي هي على 6 متر عشان دي بتبقى احتماليتها اعلى ان هي تيجي جون وبيسيب اللعب للخارج اطلع من كلامك ده يمكن يا محسن لازم يكون قاري الفرقه كويس قوي اللي هتلعبوها عشان يقدر يوصل معاك للنقطه اللي بيقولها هو في الحته ديت بيقرا الخصم كويس لا بيقرا الخصم بيعمل سكاوتنج وعارف كل لعيب في الفرقه اللي قدامه هو بيعمل ايه يعني هو عارف يعني عشان يوصلك لزيرو ريسك اللي بيقول عليه عمر لا بيبقى عارف الفرقه قدامه بالظبط هو يعني عارف اللعيب ده حلوله ايه في لعيب هيشوط بره التسعه لعيب هيقرب أيوة فلازم يبقى مريكو الفرقه كويس قوي أيوة بيعمل كده معاكم ايوه دي حقيقه هو حتى اصلا في فاينل اوروبا هو كسب بطوله اوروبا انديه الفرقه اللي معاه هو في الفاينل فور هو يعتبر كعناصر اقل فرقه وهم ما كانش معاهم اقوى 7 لعيبه بس هم عشان بيلعبوا بزيرو ريسك فهم في الاخر في اخر الماتش لما بتقعد تجمع 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 في الاخر هم اللي بيكسبوا صدق عجبتني هو ماشي يعني بالسيستم لعلمك المبدا ده حتى ممكن يتطبق في كره القدم بالظبط زيرو ريسك ده في اي حاجه انت ما بتاخدش ريسك تلعب على المضمون على المضمون على المضمون في الاخر صح. انت اللي هتكسب برافو عليك لو هو زرع في لعيبته انا اول مره في حياتي شوف انا بقالي في الرياضه قد ايه ما بتجيش على بالك ما بتجيش على بالي حته زيرو ريسك دي في حاجات كتير هو حتى بيقول لنا جوه تفاصيل اللعب هي منطقيه جدا بس احنا ما بننفذها ما جاتش على بالنا قبل كده ازاي ما صحيح. يعني موضوع يعني بجد يعني حتى كره القدم لعلمك يا محسن كره القدم يعني كره اليد اقرب ما يكون لكره القدم لا هو بص هو بيحسسك ان الدنيا سهله يعني انت الدنيا سهله يعني في مثلا ناس بتبقى مصعبه الدنيا على نفسها في الهاندبول وكده لا هو غير كده بيحسسك ان الهاندبول سهل خالص بتعمل اي حاجه تلاقي الكره داخله جون بسهوله بتجيب الكره في الدفاع بسهوله الموضوع سهل خالص بتشوط بره بتلاقي الدنيا مفتوحه الموضوع سهل خالص يعني انا بقول لك فعلا حته ان انت تلعب على المضمون وتقلل الريسك سواء في الدفاع والهجوم يعني دايما الريسك يتقال على الهجوم انما اتقال على الدفاع ان انا زيرو ريسك في الدفاع دي برضو عايزه فكر وعلى فكره محتاج كلام معاكوا كتير بيتكلم معاكوا كتير لا كتير كلام وفيديوهات على طول صح جدا لازم اصل ده عشان يغير منتاليت اللعيب بالظبط انت بقالك يعني 20 سنه متعود على حركه معينه عايزه كلام بتعملها هو بقى جاي فاهم في فتره قليله يغير كل الحركات اللي انت متعود عليها في ال 20 سنه اللي فاتت الموضوع مش سهل خالص وخاصه انت ما سمعتوش قبل كده بالظبط يعني انت لو سمعت ده قبل كده كانت الدنيا تبقى قريبه وما جاش على بالك حتى يعني هو مع انه منطقي جدا بس هو ما جاش على بال حد اكتر منه في الملعب اكتر منه يقعد يتكلم معاك بالظبط الموضوع محتاج كلام اكتر وفيديوهات ونتفرج كتير صحيح طب قول لي طب انت لما رجعت من المنتخب وانضميت للفرقه هنا يا عمر حسيت ان اللعيبه هنا اللعيبه كانت ميته بصراحه هنا يعني كانت برضو بتبذل مجهود حسيت ان في فرق مثلا ولا حسيت ان الدنيا بدنيا بالذات قريبه من بعض لا بدنيا بصراحه اللعيبه هنا كانت واقفه على رجليها صحيح. زينا زيهم يعني ممكن كان يمكن كمان هم بدنيا كانوا احسن كمان مننا انه مع كابتن طارق كانوا واخدين فتره اعداد قويه جدا
الهارموني محتاجين شويه، محتاجه شويه وقت عشان يعني برضو في ناس، الناس الجديده لسه داخله معانا، نعمان ما لعبش معانا قبل كده خالص، الجزيري لسه جاي النهارده اول اول حاجه، هو لسه يعني انت لعبت مع اغلب الفرقه، اه معظم اللعيبه لعبت معاها سواء في النادي او في الجيش او في المنتخب. ونفس الحكايه برضو محسن، محسن بالظبط، هي الفكره نعمان هو لسه جديد شويه، نعمان يعتبر اجدد واحد، هو واسامه الجزيري. اسامه بس اسامه يمكن برضو لعب وسق شويه في تونس وبتاع، اسامه لعب ضدنا بس كان هو يلعب بنفس بقى يعني يلعب في الدوري المصري مختلف شويه عن الدوري التونسي برضو. طيب محسن اجي لك على برونزيه كاس العالم، التايم اوت الشهير بتاع كابتن طارق محروس لما قال كلنا على قلب رجل واحد يا جماعه، خمس دقائق مش عارف كان دقيقه باين او 20 ثانيه حاجه زي كده ونطلع منصه. كان ماتش النرويج، ماتش النرويج ده انت كنت في الملعب؟ انا كنت، لا كنت ساعتها، انا كنت الماتش اللي قبليه، ما انا هحكي لك القصه بتاعت احنا كنا عندنا عقده اللي احنا خسرنا من اليابان في دور 16 كاس عالم ناشئين. تمام. فاحنا كنا على دور 16 ده كانت الدنيا يعني معانا ما كانتش كويسه، بالرغم ان احنا كسبنا فرنسا ونازلين خايفين طالعين اول مجموعه، وباللعب رابع مجموعه الناحيه الثانيه في صربيا قويه جدا، ما كنتش متوقعين انها تبقى قويه كده. فالماتش كان صعب جدا وخلص في اخر 3 ثواني، جبنا جون في اخر 3 ثواني، والماتش ده انا كنت العبه كله. شفنا. نزلنا الماتش ثاني يوم اللي هو الماتش بقى بتاع النرويج، بتلعبه ثاني يوم، فرقه النرويج فرقه يعني في كاس عالم الناشئين كانت فرقه طالعه من دور المجموعات، مره واحده تحولت وحوش. مليون درجه وحوش. مليون درجه تحولت اصلا ما تعرفش فرقه بقت عامله زي كده. فنازلين الماتش يعني ماشيين معاهم اول جون بجون جون بجون، مره واحده هم فرقوا علينا فرق 5 انا فاكر. بعد كده طلعت بقى الماتش بقى الشوط الثاني نزل كان معايا حازم، فنزلنا بقى الشوط الثاني حطيت جام كون في الشوط الثاني يا كابتن. الشوط الثاني لحد الدقيقه 15 احنا كنا خاصين فرق 5 يا خبر ابيض، لحد الدقيقه 15 كنا خاصين فرق 5 مره واحده قلبنا الماتش في 10 دقائق بقى فرق 2 لينا. جبت كام جون انت فاكر؟ انا الماتش ده جاب فيه 4 اجوان ما شاء الله في الشوط الاولاني، لعبت الشوط الاولاني في الشوط الثاني يعني في شوط واحد، فمره واحده قلبنا الماتش بقى فرق 2 لينا وفرق 3 ما كناش مصدقين بقى، ومره واحده فاضل دقيقه ونص وراحت فرقه النرويج جابت جونين ورا بعض. راح كابتن طارق خد تايم اوت، احنا لازم طيب اوت الشهير اللي احنا زيناه كذا كله بقى، احنا كلنا بقى خايفين بقى فاضل دقيقه والكره معانا، لو الكره اتقطعت الرد انا بجون احنا مش قادرين اصلا اللي هنخش نلعب اكسترا تايم يعني ما حدش فينا قادر. فكلنا وهدوا، احنا فاضل دقيقه ونقف على منصه التتويج اللي هناخد ميداليه، يبقى عندك ماتشين اللي انت عمال تاخد ميداليه. هو بقى كان عمال يتكلم معانا في كده، والحمد لله رحنا جبنا جون خلصنا اصلا الماتش. انا بقول لك ان فرحه كبيره جدا جدا، يمكن حتى فرنسا احنا كسبناها في بس ما كنتش موفقين بقى. كابتن طارق قال حتى ان في فرنسا كانوا جايين بجهاز فني يمكن 20 واحد، ده كتير جدا كتير جدا يعني، ده جابوا لنا لعيبه كمان من بره، يعني جابوا لنا لعيبه من بره القائمه من فرنسا عشان اللي هم يحاولوا يكسبونا. عندهم اللي هو احسن لعيب في مصاب باين صح، كان اللي هو براندي دوت احسن لعيب في في الشباب اصلا، ده كان في حد في فرنسا اسمه براندي بيلعب في باريس دلوقتي، بيلعب في باريس سان جيرمان وجابوه يعني جابوه مصاب وجابوه يلعب وهو مصاب عشان يكسبونا. خبر ابيض، واحنا كنا ماشيين معاهم، احنا كنا خاصين فرق 6 وجبنا لحد التعادل، بس لما كان الدنيا ما كانتش موفقه معانا فخسرنا فرق واحد. لا انتوا اسعدتونا كلنا، اسعدتوا الملايين بامانه، وجي بعد كده كابتن مجدي ابو المجد ورجالته برضو اسعدونا تاني. السنه دي كانت سنه حلوه، خلي بالك مسؤوليه كبيره قوي عليكم، ما تخافوكوش والله يعني احنا في ظهركم ايا كان، احنا حاسين بالمسؤوليه كده كده، احنا نفسنا كمان هنعمل حاجه بس بدون شد يعني يعني العبوا بمستواكم كل حاجه. بس يمكن عمر انا هسالك برضو، انت لعبت في اوروبا ولعبت في دوري جامد الروماني، و ايه الفرق ما بيننا وبين الدوري بتاعهم؟ ازاي يعني انت خلي بالك برضو اكيد هم احسن منا سنه، يعني ايه الفرق؟ بص هقول لك على حاجه باختصار، يعني كمثلا يعني ممكن نادي الاهلي او نادي الزمالك لو راح الدوري الروماني ممكن يكسب الدوري، او يعني هيلعب في التوب فور اكيد. لكن هي الفرق ما بين الدوري هنا والدوري هناك انه زي ما بقول لحضرتك المنافسه، لانه طبعا هناك في امكانيات ماديه اعلى في الانديه الثانيه، يعني هنا الامكانيات الماديه موجوده في الاهلي والزمالك في الهاندبول يعني. في اوروبا معظم الانديه بيبقى ليها سبونسر وشركات رعايه وحاجات زي كده، فمثلا بتلاقي 7-8 فرق بيقدروا يجيبوا لعيبه في نفس المستوى، ففي 7-8 فرق فعلا بينافسوا. انت لو نزلت الماتش مثلا بتاع فرقه من السبع فرق دول مستهتر او مثلا مش بتلعب مركز او ممكن تخسر عادي، يعني ممكن مفيش فرق دينامو مثلا او كونستانتا يخسروا من رقم 7 يعني. قصدك تقول ان الدنيا قريبه بالظبط، مفيش ماتش سهل بالظبط، ده الفرق الاساسي يعني ما بين الدوري المصري والدوري ان الفرق المستوى متقارب بس الفرق كلها كويسه بالظبط كده. يعني ممكن يكون احنا مستوانا فنيا اعلى او يعني ممكن نروح كنادي اهلي او نادي زمالك يكسبوا هناك الدوري، لكن هي الفكره انه هنا اهلي وزمالك بس في الهاندبول للاسف يعني، لكن هناك الموضوع في 7-8 اهلي زمالك جوه الدوري. صحيح. محسن يمكن انت حققت اول حلم ليك الحمد لله من انضمامك للنادي الاهلي، واحنا فرحانين بده اكيد.
اكيد عندك طموحات تانية، هل زي عمر مثلا ليك طموحات ان انت تسافر بره تحترف بره، ولا ده مش وارد عندك دلوقتي؟ بص، هو انا ماضي في النادي الاهلي 4 سنين. تمام. يعني انا طموحاتي اللي انا 4 سنين دول ان شاء الله، معلش ان شاء الله اكوش على كل حاجه ما شاء الله. بعد كده طموحاتي اللي انا صعبة. كلام جميل وكلام يعني انا هو الموضوع هياخد وقت، بس انت عارف طموحاتي اللي هو انا اقول لك على حاجه والله بجد، انا يعني معاكوا وانا بتكلم دلوقتي في اللقاءات دي انا حاسس ان الفكر اتغير، يعني بجد يعني اللعيبه بقت اكتر وعي من قبل كده، صح الكلام ده ولا غلط؟ هو كمان صح في حته ان هو ده سنه ما شاء الله لسه صغير، ما شاء الله لما يقعد 4 سنين مع النادي الاهلي حقق معاهم بطولات، لو سافر بره عنده 26 سنه هيبقى في حته ثانيه. خلي بالك انا عمر، انت برضو تقدر تاكد الكلام ده، لو جالك حاجه كويسه النادي الاهلي عمره ما بيقف في طريق حد خالص والله. يعني هتلاقي حتى يعني اكيد هيتمسك بيك، بس لو جالك عرض يليق بيك ويليق باسم النادي الاهلي اكيد مش هتاخر. بس انا عجبني ردك ان انت انا 4 سنين اخد اكتر بطولات مع النادي. اكيد افكر في الموضوع ده صحيح. يعني احنا يمكن في مدر السعودي قعدت 3 شهور احترف في السعوديه اصلا. انت لعبت في السعوديه كمان؟ كنت قبل ما اجي النادي الاهلي على طول هنا، كنت 4 شهور اعرف في السعوديه. نادي مدر. النادي نادي مدر لسه واخد الكاس. نادي مدر جامد بينافس من اول الثلاثه. لعبت 4 شهور يعني عشت التجربه. قعدت لعبت معاهم بالظبط 6 ماتشات، وكان جه وقت الكورونا بقى فمشيت. خلي بالك جو الاحتراف مش هيختلف كتير، يعني انت عايش لوحدك من الماتشات بتاع الدوري ممكن يكون اقوى في اي حته، بس هو الاحتراف يعني انت اوريدي جربت التجربه. وان انت تقول ان انا مع 4 سنين مع النادي الاهلي وبفكر في البطولات بس، يعني برضو انا معيك تجربتك اللي بعديها. طب يا فندم بس ركز في الخطوه لحد ما تقف على رجلك هنا بعد كده تخش على اللي بعده. بالظبط. بس انا عاجبني الفكر والله. وانا هقول لك على حاجه عمر، انا اتفرجت على الماتش بالصدفه، يعني احنا قاعدين مستنيين التسجيل وبنظبط امورنا، دخلت اتفرجت على الماتش. الدنيا يعني انا ما شاء الله، يعني لعيبه محترفه، انا حاسس ان 15 20 لعيب في الملعب محترفين. ايوه اكيد انت حاسس بده برضه. هو البيزا السنه دي بصراحه كمان دي مدرسه كابتن طارق عامه في التدريب. هو ما عندوش حاجه اسمها اساسي واحتياطي. يعني انا لعبت معاه بقول لك فتره في الاهلي وسنتين في الجيش، ما تعرفش مين هيبدا الماتش. صحيح. على حسب مستواك في يعني حتى بيبص على التمرين التسخين كل حاجه كله زي بعضه. و يعني انت مثلا مش عشان لعبت مثلا الماتش اللي فات حلو لا انت كده خلاص بقى انت هتقعد بقى لا مفيش حاجه اسمها كده. لازم تفضل طول الوقت جاهز واقف ومستعد تنزل. بالظبط. لانه مش شرط انت تلعب مثلا الماتش ده كويس تبدا الماتش اللي بعديه عادي. هو بيبقى عايز يخلي الناس كلها في نفس المستوى الفني، ودي حاجه كويسه. ليه؟ لان انت فرقه بتنافس على بطوله، داخلين في الموسم 4 5 بطولات. صحيح. افرض حد اتصاب، حد ما هواش موفق، بتحصل طبعا. دي الفرقه البطل لازم تفكر كده. بالظبط. فهو ده تفكير عامه كابتن صار ومدرسته في التدريب، ان هو بيجهز 18 لعيب زي بعض. صحيح. مفيش حاجه اسمها عمر. يعني كلامك بجد، يعني انا مش عايز اقول لك انا سعيد قد ايه بكلامك. ربنا يخليك. ومش بس انت، ومحسن وكل اللعيبه اللي قعدت معاهم، لان انا حاسس ان الفكر المختلف. ونفسي اقعد اتكلم معاك اكتر من كده، بس الحقيقه احنا ملتزمين بوقت. وبشكرك يا عمر، شكرا جزيلا جدا ليك. عمر ياسين طبعا نجم النادي الاهلي ونجم مصر في كره اليد، واللي احنا سعدنا جدا بانضمامه كاحد الصفقات المهمه للنادي الاهلي. بشكرك على وجودك معايا في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن هيثم. ميرسي جدا، ومبسوط ان طلعت معاك النهارده. ان شاء الله يعني بطولات كتير معاك باذن الله. نطلع معاك بعد ما نكسب بطوله ان شاء الله باذن الله. محسن رمضان احد الصفقات الناجحه، وطبعا برونزيه عالم، والحقيقه ادتني انا نفسي شخصيا بوزيتيف انرجي كبيره جدا. بشكرك على وجودك في قناه النادي الاهلي. انا بشكر حضرتك جدا على المقابله السعيده دي. ان شاء الله نتقابل ومعانا كاس ودرع وكاسير وكاس وكاس وكده ان شاء الله باذن الله. نورتيني وشرفتيني يا كابتن. اعزائي المشاهدين، مكملين معاكم سهرتنا النهارده من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وهنطلع طبعا عشان نستقبل ضيوفنا ان شاء الله صفقتين مهمين للنادي الاهلي، احمد هشام سيسا ومحمود نعمان. هنستقبلهم ونرجع نكمل حوارنا معاهم. شكرا جزيلا.